السلام عليكم متابعي قناة نابونا للمعلوماتية، عدنا إليكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، صح عيدكم إخواني، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. ندخل في الدرس دون الإطالة عليكم. يوجد برنامج إديام المشهور، الكل يعرفه هذا البرنامج، انتظرونا دقيقة فقط أمامكم في الصورة. يعني برنامج للتحميل بمعنى الكلمة، وهو مثلا نقولوها بالدارجة المير سير لو موند، يعني حاجة مليحة، ما كانش يعني خير منه في التحميل، وبسرعة قوية جدا. أمامكم البرنامج الآن، أنا عندي برنامج 6.32، ويوجد الآن التحديث الأخير 6.33. يعني يوجد هذا البرنامج، تجدونه رابطه أسفل الفيديو كما عودناكم كل مرة، بالتفعيل وكل والباس الخاص به مدى الحياة. ندخل في الموضوع اليوم دون الإطالة. في بعض الحالات يوجد لديكم مواقع لا ترسل، كما نقولوا حنايا، لا تحول التحميل إلى الإديام، إلى البرنامج هذا، الى انترنت داونلود مناجر. في هذه الحالة يوجد طريقة وجدتها، يعني راح تسهل لكم التحويل من، هو الكثير حتى تفهموني جيدا. مثلا سوف نمر الى الشرح، هنا نعمل تنزيل امامكم، سوف يظهر معنا التنزيل هنا في برنامج الكروم، وهذا يطول كثيرا، يعني قادر يبقى لكم يوم كامل وهو يحمل، وفي الأخير ممكن انقطاع الكهرباء أو يطفأ جهازكم، يذهب كل شيء. ولكن برنامج الإديام له الريبريز، الريبريز هذه يعطيك أنك لوردر، أنك تكمل التحميل تاعك. هنا واش نديرو خاوتي، هنا نروحو لهنا كما راكم تشوفوا التحميل فوق هاد اللين، الرابط الخاص به، ونعمله على الزر الايمن للفاره، ونذهب هنا ترانسفير داونلود تو ايديان. نورمالمون كامل عندكم هذه، كي يعود عندك ايديان فعل وراك مفعله مع الكروم كما راكم تشوفوا عندي هنا، نذهب لكم تشوفوا امامكم ترى الاكستنسيون، نحوس على الايديان. هاو امامكم الايديان خاوتي، كما تشوفوا فيه راهو ماكتيفي لاباس عليه، فيرسيون 33 كما قلت لكم من قبل. تروحوا لهنا خاوتي وتعملوا هكذا ترانسفير داونلود تو ايديام. ماذا يظهر لنا؟ تظهر لنا النافذة امامكم، برنامج الداونلود انترنت داونلود مناجر. يعني هيك نديروا ديماري خاوتي، شتوا بهذه الطريقة كما راك تشوف، اعطينا ساعة. انا نقدر ندير له بوز ونطفي الجهاز تاعي، وغدا نعاود نشعل، مثلا نرى عليك الحال في وقت متاخر من الليل او انقطاع الكهرباء، نروح لهنا نرجع من جديد، ندخل البرنامج نجدوه هنايا مثلا مدير بوز، دير له ريبوندي امامكم، جيك ريسبسيون دو دوني، يشتغل عادي. وبهذه الطريقه تكون كما نقولوا راك ضمنت التحميلات تاعك، تحمل حتى 100 جيجا عادي بهذا البرنامج. ما نطولش عليكم كثيرا، نتمنى ان شاء الله كيما نقولوا خاوتي تكونوا فهمتوني. طلب اخير في اخر الدرس، عندكم قناه بنا المعلوماتيه، اشتركوا خاوتي في القناه وفعلوا الجرس باه يلحق كل شيء جديد خاص بنا، وراح تكون كيما نقولوا قناه عامه فيها اشياء كثيره. بكري كنت بازي غير على المعلوماتية، الآن راح ندير مجالات عامة واسعة كما راكم شفتوا كوب دافريك الأخر، نزلنا لكم دي فيديو تاع لاكوب دافريك. الآن نحكيو شوية على تحليلات في المباريات تاع الدوريات، راح كيما نقولوا بدات وكاين راح تبدا السمانة الجاية. حاولوا أنكم دائما تدعمونا خاوتي، الدعم تاعكم راهو يحفزنا بزاف. أش راح نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.